السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا للا نعيمة. كدير دكتور لاباس عليك. بارك الله فيك للا. درتي مع الصحيحة. نحمد ربي ونشكره. أنا فرحانة بزاف من شد لي اليوم الخط. يا أهلا وسهلا بك للا. الله يجازيك بالخير دكتور. أنا سمح لي شوية مركبك. مرحبا. الله يجازيك بالخير والله يخلي لك وليداتك الى مدعين عجدتي الله يرحم لك الوالدين. لا اله الا الله. البارح درنا والبارح درنا له واحد سكانير عاوتاني البارح درنا له سكانير اخر وقالوا لنا عنده سرطان في الدماغ. الله اكبر لا اله الا الله. الله يرحم لك الوالدين دكتور. انا ومدبا ما فكناش وانا فاكدير ما نقول لك خاطري وعقلي ما نقول لك لا اله الا الله. وخوالاتي وامي كل شيء تاي وانا يبقى انا وليدتي هنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يطلق يا دكتور الله يجازيك بالخير الله يرحم لك الوالدين. لا اله الا الله. جمعت كل شيء صافي الحمد لله جات من عند الله محبتي. الله يفرج عليكم يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. يا ربي هدي الله يرحم لك الوليد. لا اله الا الله. الله يخلي لك وليدك باذن الله الواحد الاحد. يا ربي الله يفرحكم الله يفرج عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحالات المرضية اللي كتكون مستعصية للغاية أكيد أن الأطباء والصيادلة والممرضين يبذلون ما في وسعهم، لكن يبقى الجهد البشري محدودا. وهناك حالات صعبة للغاية الأمل فيها يكون بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل له حكمة وسر في ذلك، لأنه دائما يعطي للبشر واحد القدرة محدودة ويترك دائرة قوية وكبيرة وواسعة هي خاصة بالذات الإلهية حتى يكون العبد متجها إلى ربه. دائما لما تغلق الأبواب كيبقى باب الله تعالى مفتوح لا يغلق أبدا، وهو سر جعل الله تعالى بيننا وبينه حبل ممدود اسمه الدعاء، وهو اللي قال فيه ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وياما مرت معنا حالات كثيرة عندهم سرطانات وعندهم أمراض مخيفة ومذهلة وكانوا على حافة الموت، والحمد لله بفضل الدعوات والتأمينات للمستمعين والمستمعات في مختلف المدن والأقاليم والقرى والمداشر، ربنا سبحانه وتعالى فيما بعد نزلت الرحمات ديالو واتصلوا دوك الناس قال لك الحمد لله شوفينا وعوفينا. والله واحد المسؤول كبير عنده الاخت ديالو كيقول لك سرطان اختفى، قال لها الطبيب لقد اختفى. ذاك المسؤول الكبير عمرو ما بكى لانه مسؤول كبير وامره مطاع والناس كيقدموا له التحيه، واتصلت الزوجه ديالو في الاذاعه وقالت بان عندهم الاخت ديالهم وقع لها كذا وكذا وكذا، وبالدعوة ديال الخير الحمد لله سرطان فظيع اختفى أثره نهائيا، حتى إن الطبيب احتار. وذاك المسؤول الكبير جا كيقول لنا كيبكي ويتواضع لله سبحانه وتعالى، عظمة على عظمة. نسأل الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد لالا نعيمة الله يشفي هاد الشريفة الله يشفيها. ربنا اسمه الشافي واسمه المعافي واسمه القادر على كل شيء. اللهم شافيها وعافيها وداويها بدوائك، اللهم طبها بطبك. السادة المستمعين الله يجزيكم بخير، هزوا معنا يديكم، راه السيدة مريضة وربي اللي عالم الوضعية ديالها، وأكيد
كل من دعا هناك ملك في السماء كيقول ليه ولك مثلها بالرحمة والمغفرة والتواب. وما عرفنا عد من شي واحد فينا الآن من الصالحين، ربما في شي مدينة من المدن أو إقليم من الأقاليم، وربما شي واحد كيبان ضعيف عند الناس تحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم، عنده السر والبركة ديال الله تعالى، دعوته مستجابة. فاللهم يا رب يا كريم، إنا نرفع أكف الضراعة إليك أن تشافي هذه المريضة. اللهم رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا باسط، يا من يبسط الرحمات لعباده، اللهم يا أكرم الأكرمين، بدلها دما خيرا من دمها، وبدلها لحما خيرا من لحمها، وجلدا خيرا من جلدها. اللهم شافيها وعافيها. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.